دراما دوق ودوقات ساسكس تبدو أنها مستمرة، فمن بعد ما تم بث 6 أجزاء من وثائقي هاري وميغان على منصة نتفليكس، واصل الأمير هاري دوق ساسكس تصريحاته العلنية والمفاجآت بخصوص خلافاته مع العائلة المالكة. وأكيد الجميع تابع وشاف الجدل اللي عملوه الوثائقي واللي خرب الدنيا وعمل ردات فعل مختلفة داخل المجتمع البريطاني. ويبدو أنه نحن على مواعيد متعددة مع الفضائح واستمرار الجدل الأمير هاري بالوقت اللي الناس فيه عم تنتظر إصدار كتابه سبير في 10 من الشهر الجاري. يبدو أن دوق ساسكس ما رح يسكت ومستمر، بتم الإعلان عن مقابلتين مختلفتين معه رح يتم عرضهم في نفس اليوم، وأول مقابلة لبرنامج 60 مينت، وتعتبر أول مقابلة تلفزيونية أمريكية للأمير هاري لمناقشة مذكراته بسبير وسر طفولته وفقدان والدته. وقال خلال مقطع دعائي في المقابلة أنه في كل مرة حاول فيها القيام بشيء على الانفراد كانت هناك إحاطات وتسريبات وزرع قصص ضده وضد زوجته. فكما تعلمون شعار العائلة هو لا تشكو أبدا ولا تشرح أبدا. أما التصريح الثاني العلني الثاني للأمير هاري فهو كمان من خلال مقابلة مع قناة ATV البريطانية، واللي كمان أظهر فيها المقطع الدعائي حالة من الشكوى العلنية ولكن ضد والده الملك تشارلز وأخوه ولي العهد ويليام، اللي ما أظهر لا هو ولا الملك تشارلز أي استعداد للمصالحة معه، اللي قال فيها أنه هو عم يبحث عن عائلة وليس عن مؤسسة وأنه بيرغب باستعادتهما. واللافت مشاهدينا أنه المقابلتين رح يتم بثهم في نفس التوقيت قبل يومين من نشر مذكرات الأمير هاري اللي متوقع أنه تحمل قنابل جديدة حول حياته. يعني يبدو أنه كل هذه الأحداث والتصريحات لا شيء أمام ما قد يكون مكتوب داخل مذكرات الأمير هاري التي يبدو من عنوانها سبير أو الاحتياطي أنها تحمل الكثير من الجدل والمفاجآت. وعن هذا الجدل المستمر تنضم إلينا من لندن الصحفية جوسلين إليا. أهلا بك جوسلين. أهلا بك. يعني بعد ما كشف كل شيء تقريبا الأمير هاري عن كل خصوصيات العائلة والفضائح، هل الجمهور البريطاني عن جد متشوق يعرف المزيد من تلك الفضائح أم مل من كثرة الشكاوى يلي أطلقها هاري خلال الفترة الأخيرة وصار في حالة امتعاض ضده وضد زوجته؟ بصراحة نحن ببريطانيا عم نحضر كأنه وقائع لمسلسل أمريكي طويل أو مسلسل تركي إذا صح التعبير، لأنه في أحداث كتير وفي قنابل كتير وفي نشر غسيل كتير. ولكن السؤال يلي بيطرح نفسه الآن، قدي رح بيكون بعد عنده غسيل حتى ينشره علنا عن عائلة مهمة جدا، عائلة ملكية مثل العائلة يلي هو بينحدر منها. ففي عنا انقسام هون بالشارع البريطاني، الغالبية تعبوا وملوا من هذا الموضوع، وفي ردة فعل سلبية جدا على الأمير هاري وعلى زوجته بالتحديد ميغان يلي يقع عليها اللوم الأكبر. وبحسب أغلبية البريطانيين يرون على الرغم من كل يلي أباحوا فيه واللي قالوه بالدوكيومنتري أو السيريز يلي عملوها من 6 أجزاء، في ممكن فكروا أنه في نوع من التعاطف مع أنه هي ما تعاملت بالطريقة اللي كان لازم تتعامل فيها، وقصر باكنغهام ما أعطاها الدعم اللي كان لازم. ولكن انقلب السحر على الساحر، ولا أعتقد بأنه الشارع البريطاني أو البريطانيين يقفون مع الذي يجري الآن ومع الفضائح المتتالية. كيف تقري الصمت المطبق بين العائلة المالكة؟ عادة بيصير في تسريبات عن العائلة المالكة، حاليا نرى أن هناك صمت مطبق حول الموضوع، كيف تقري هذا المشهد؟ بحسب المقتطفات يلي شفناها اليوم بالنسبة للمقابلتين يلي راح بتكون مع أندرسون كوبر من CBS والمقابلة الثانية مع القناة الثالثة في بريطانيا ITV مع توم برادبي، اللي بين فيها واللي هو قاله أنه السكوت هو خيانة. وهو بيعني الأمير هاري بهالجملة هيدا بأنه ما في تعليق من قصر باكنغهام أو من العائلة المالكة اللي حاليا هي على رأسها الملك والده الملك تشارلز.
ولكن باعتقادي بأنه إذا قصر باكنغهام أو حتى الملك نفسه رح بفوتوا بقضية القال والقيل والآتي أعظم، لأنه لن تنتهي السلسلة هنا في المقابلتين يوم الأحد أو مساء الأحد، وإنما فهناك يعني بعض الأخبار التي سيطرحها في الكتاب في كتاب سبير يوم الثلاثاء القادم. فلا أعتقد بأن من مصلحة الملك تشارلز أو من قصر باكنغهام التعليق أو في أقل من دقيقة. هل ممكن الملك تشارلز أن يخضع للضغوطات ب يعني نزع كل الألقاب عن ابنه؟ من الممكن، لأن المسألة أصبحت مسألة تحدي ومسألة تجارية، وما يجري الآن وإعطاء يعني القيام بهذه المقابلتين يوم الأحد هي ترويج للكتاب الذي دفعوا له عليه 20 مليون دولار. فالمسألة أصبحت مسألة تجارة، فهو يبيع قصص عائلته للعيش لأنه لا يعمل حاليا ضمن المؤسسة الملكية التي تركها هو، يعني هو برغبته ترك وعاش في الولايات المتحدة مع زوجته. ولكن يعني هناك في تناقض كبير، وهذا ما رأيناه في بعض المقتطفات في مقابلة السي بي اس، بأنه هو نقى، هو طبعا اختار بأن يعيش في الولايات المتحدة لأنه يبحث عن الحرية الشخصية وعن الخصوصية. يبدو أن الجدل لن ينتهي قريبا. شكرا لك جوسلين إيليا من لندن، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.